براغماتيك. على ذكر القضاء نسمع مباشرة الأختنا بيا الزردي في برنامج جديتو كيفاش تحب تعرس والفتى الأحلام فتى أحلامها سعدي حضر روحك. حب تونسي يزم تونسي يزم في عاد من تونسي جرى من هزوز توين سابا بدلنا عطينا حايد من شيشاني هاي شيشاني الجمال بقوس ليه اي تحبوا حليلتو أصغر منك العمر وصنفو معك ليه ليه جمع فونا ماذا بي أصغر مني مش عم بي أكبر مني بالله شو تعمل بي شو قدمي فيه فيكسو درشنو فيكسو جنبي بالميدي والله ما نستحقش أصغر مني والله تعاني فيه الفلوس اي لا عنده لا مخذين اللي ما عندوش عملنا بي نرجع نحكيو على الفنك لا علاش ما حلاها بيزر لا نحب نرجع لحكاية الفيكس اي في العمر بربوط بالفيكس ما انا من فوق الخمسين ما انا ندخل مرحلة الفيكس اي ذيك الواقع شنو واقع بيا كشفت الواقع الخفي شنو تعمل هكا واقع خفي شنو هو عليه هو صفي عم في لا معناتها انت ينجم يكون واحد من عائلتك عم فيكس وما تفيقش به راهو أول حاجة مش فيك وخزرتوا للفيكس كأنه والله أنا عارف تصور يعني حاجة قلت ناخذ واحدة كبيرة أنت تعمل الفيكس سعدي أنا الفيكس الصغرى نعرف يعني مش فاكر مش كان في الكبر وين سدرو في حشيش حاولت خاطر حسيت نطاح شوي لو سمحني راهو ينجم واحد عمره 60 سنة ما يعملش الفيكس بابا واحد عمره 17 سنة يعمل الفيكس كنت تتوجه بكلمك هذا نعم ليش كنت تتوجه بكلمك ليش كل شرائح كنت كدوري ومتوجه بكلمك مش عارف ليش بدنا نحن الموضوع بيا فاتك ما نحبه ونأخذ ترنكوش حليلته ليه المواضيع تنقش فيها أخوي هكيك ما إيش بنقول لك شنو يا أخي احنا حصة جدية كلام بيا بين الكتافة حسنا كلامنا كل كما كلام بيا احنا لا 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 على شكل تتعالي تنظر إلى لا ماش تتعالي ماش تتعالي أنا حاجة لا لا ماش تتعالي عشان ما حك راسي أحكي لي شو حكيت البارح مش فيش كي رفع صهيب كي روحنا وين كي روحنا عرضك شي واحد من متفرجين حكينا برشا حاجات مهمة برشا مثلا حكينا برشا حاجات انا عطيت برشا معلومات مثلا انتوما مشيتوا في التفاهه فهمتني انا اخويا عطيت برشا معلومات كل واحد رسالته اللي يحب كل صحيح وانا عطيت برشا معلومات حكيت على البوكس فهمتي على سيد بوغانمي انتوما عدتوا له تصور ظهرت انا ما في باليش بالحكايه اللي هو رافع قضيه 2011 برقم اللي والحور اش اكثر من هكا اخويا بعد ايش حكيت انت استفدت من الحصه مش مستمعين والله نسالك سؤال والله بالحق تحس روحك كي تسمع كلام كيما هكا وانت معناها ماشي في الكبر تتأثر معناه تأثر عليك الحكاية ولا يبرح خطر سفيان تأثر سفيان تأثر ترج لا ما أنا خسرناش ما ندم ما أنا واحد يكبر في العمر ويدخل مرحلة الفيكس ومرحلتك اسمه الزهر ونعرف شنو سفيان ثم الفيكس الكبار العرعار ثم كبار العرعار والبسباس والشيح والدنيا انت علاش خايف انت سفيان يعني شو علي أخي سمح هي غالطة مش أنا خايف أي شو سبورتيف أنا ما حكيتش عليك راهو هو الكبار بو هي مش مراقب ليش ما يعني انت اكبر من بيا لا لا انا بيا يملك حكيت على الكبار ما تقصدك شيء لا انا نجم انت نجم تكون يعني في انا قاعد ندافع على الكبار صوتي فهمتني انا اصحابي الكل اللي في اللوزم فوق الست انا يلا في الفيكس ايش علينا يلا ما يعرفوش في الفيكس الخبر